طلب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. تنفيذ القرارات السابقة النيابة. أولا نتشرف بتقديم تقرير طبي بحالة المتهم أحمد علي العجيزي بعرضه على استشارة الرمد والشبكية بمستشفى السجن. نتشرف بتقديم تقرير طبي بحالته، كما نلتمس من عدالة المحكمة إصلاح الخطأ المادي الوارد في أمر الإحالة، وذلك حيث أن المتهم 55 واحدة بس دي واحد اكتب يا أحمد. حيث أن المتهم 55 محمود فضل حسين قد تقرر ذكره في موضع آخر وهو موضع المتهم 63 على سبيل الخطأ المادي، ولذا نلتمس من عدالة المحكمة إصدار قرارها بإصلاح الخطأ المادي والأمر بحذف ذكر المتهم في البند 63 من قائمة المتهمين والإبقاء على ذكره في ترتيبه 55 مع تعديل ترتيب باقي المتهمين في أمر الإحالة. كتبت يا أستاذ أحمد؟ شكرا جزيلا. محمود فضل حسين ده مقرر في 65 و63 فتحذف في 63 بس، لكن نفس الاتهامات هي أمر الإحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. المتهم احمد علي العجيزي هو فين؟ وقع عليك الكشف الطبي هما على عينيك؟ ايوه يا فندم وقعوا، والمفروض ان يبقى في استكمال وعرض كل 3 شهور لانه الموضوع معرض للتكرار دائما. انا هقول لك اللي كاتبينه. اتفضل يا فندم. هقول قالك تم عرض المذكور احمد العجازي على الدكتور مصطفى محمود مصطفى استشاري الشبكية بليمانتورا يوم 12/2/2015، وكتب تقرير جاء به يعني تقرير طبي ان نزيل المذكور اجريت له عملية مياه بيضاء وزرع عدسة بالعين اليسرى منذ 12 سنة صح؟ نعم. وبالعين اليمنى منذ 2.5 صح؟ ايوه. كما تم له عملية فتح للمحفظة الخلفية للعدسة بالعين اليسرى منذ 10 سنوات. ايوه. واليمنى منذ اسبوع. ايوه مظبوط؟ سامع؟ ايوه يا فندم. علي صوتك بس. وتبين كذلك ان قوة ابصار العين اليمنى قد تحسنت الى 6/12 بالنظارة بعد عمل ياج ليزر، واليسرى اصبحت 6/18 بالنظارة. وبفحص قاع العين تبين انه يعاني من ضعف بانسجة الشبكية نتيجة قصر النظر بالعينين، وحالة العين مستقرة في الوقت الحالي وجيدة ولا تحتاج للتدخل الجراحي في الوقت الحالي. نعم. مع التوصية بفحص قاع العين كل 6 أشهر للمتابعة، يعني كل 6 شهور يتعمل لك فحص. ده التقرير. وضع العين والشبكية عندك مستقر حاليا وكويس، الله يشفيك. اتفضل. هنستكمل مشاهدة السيديهية الاولى وهنكتفي بيها. ما هو انا بقول اهو، وهنترافع. احنا كنا في المرافعة اصلا، احنا خرجنا علشان نشوف السيديهات اللي تهمكم، فلقيتكم جايبين لي سيل من السيديهات. ما لا، فاحنا هنكمل السيديهية اللي فيها المقطعين الباقيين اللي احنا شفنا المقطع الاولاني، في مقطعين تانيين في
في السيديهية الأولى، وإحنا كنا بن كانت المرافعة من الأستاذ دماطي عن المتهم بديع 77 ورشاد البيومي 78. أنا بكلم السادة المحامين، والمتهم 79 صفوت حمودة حجازي. فأنا هنكمل السي دي الأولاني ده وهنكتفي بهذا القدر. هو ده يا ريس بس رأي المحكمة. أنا بس أشرح وجهة نظري للمحكمة متواضعة. السي دي أنا قلت أهو عشان بعد كده احنا حارسين على حاجتين يا ريس. الحاجة الأولانية أن نطرح أو أن نعرض كل الأدلة التي لدى الدفاع على الهيئة الموقرة. فإحنا جبنا أسطنطين فيهم بعض المقاطع. أنا أقترح على الهيئة الموقرة إنها نثبت بس مضمون بعض هذه المقاطع. قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة الجلسي 4-2 الأربعة 4-2 وصرحت استخراج الإفادة المنوعة عنها بمحضر جلسة اليوم والاستكمال المرافعة عن المتهمين محمد بديع رشاد البيومي صفوت حجازي مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.